هاخدك شويه للحاجات الجدليه الموجوده في الوقت الحالي. يعني اولا رايك الواضح والصريح في موضوع شناوي مصطفى شوبير، الضجه اللي حدثت في الساعات اللي فاتت. بص يا شناوي، كابتن النادي الاهلي شناوي حارس مرمى كبير، تاريخ كبير، عنده كريدت وعنده رصيد كبير قوي. شو مصطفى هو مستقبل حراسه المرمى، مصطفى مختلف تماما عن شناوي، طريقته ابديتد شويه، حتى ما بيطلع طريقه رجله لعيب كوره، فهما الاثنين بيكملوا بعض. دايما اللعيبه لما بتلاقي منافسه، صحافه النادي الاهلي بيبقى عليه سبوت جامد، لكن في الاخر هو شناوي الاخ الاكبر لمصطفى شوبير. وبيتهيألي يعني ما الامور تبقى واضحه، ان انت ساعات بقى في اشاعات، ده ما رضاش يقعد احتياطي ده، لكن في الاخر النادي الاهلي طبعا اكبر من الاثنين، في سيستم، في نظام معين، بالتالي اي حد يتبعه يعني. وبالتالي انت هنا بتشوف انه الاهلي ياخد قراره وانت براحتك في القرار اللي طبعا انت عايز طبعا تاخده يعني. في سيستم، اصل انت لو عملت، لو تغاضيت عن قرار او موقف هتلاقي في حد بيحاول يقلدك، فانت لازم تبقى شارب جدا في الموقف. الانديه الكبيره، الاهلي على طول المعروف يعني بيبقى شارب جدا، حتى لو في حاجه هتتعمل بتبقى مثلا اول خطا، فبقى في اول خطا انا بحذرك، وملوش علاقه بالسوشيال ميديا، انت السوشيال ميديا اي حاجه بتولع، بتبقى في يعني القرار بيتاخد بهدوء شديد. وبالتالي يعني كابتن محمد رمضان، انا عاوز اقول لك الراجل ده انا بحبه جدا، ومن الناس اللي حببتني في العمل الاداري ان هو مقنع، فبالتالي هيتريث جدا والقرار هيبقى في الاخر قرار فير. طيب النهارده كان في جلسه ما بين مارسيل كولر وبين امام عاشور، يعود امام عاشور للتدريبات من جديد بعد مباراه البنك الاهلي. كولر ما قاله لامامه لفظا: انت عقليتك لا تناسب امكانياتك، بشكل واضح كده، عقليتك لا تناسب امكانياتك، اللي بتعمله ده كله مفيش حد هيجي عليه اي خساره الا انت، انت اللي هتخسر في الاخر يعني. امام اتفق. بعد الشوط اللي فات ده كله رد الفعل هيكون ايه؟ بص اتفق معاك 1000000%، ان انا حتى كمان مع هو انا مش علاقه. لا اتفق مع كولر اه مع طبعا. كولر. بص امام، واحنا بنتكلم خليني هقول لك حاجتين. جماهير النادي الاهلي بتحب اي لعيب في النادي الاهلي، حتى لو مختلفه معاه هي بتدعم كيان النادي الاهلي. والحته دي سياسيه شويه، لو في حد اختلف مع مسؤول في النادي الاهلي هو دايما خسران، علشان هو بيبقى الموضوع ما بين هذا الشخص والنادي الاهلي وليس المسؤول داخل النادي الاهلي. انا جربت الموضوع ده وعارفه كويس. هل محدش يقدر ينكر ان انا راجل اهلاوي صميم 1000000%، ولكن اما بتختلف الموضوع بيبقى ما بين هذا الكيان وبين الشخص، فدايما الشخص هو خسران. امام لما راح النادي الاهلي كان في ضجه واقاويل كتيره جدا، كنت دايما بعد اقول له هو وكهربا استغل حب جماهير النادي الاهلي، الناس دي هتقويك جدا، هتعليك جدا، ركز في الكوره، ان وقت الكوره قليل طبعا فاحنا عارفينه. امام لو هو وكهربا وتحديدا امام عاشور ركز في الكوره فقط، هو امكانياته قويه جدا، هو سريع، شويط، مهاري، ناس بتحبه، عنده قبول، كل حاجه كويسه جدا. لكن هل كلام كولر 1000000% صح؟ يس 1000000% صح. انت امكانياتك ضد اتيتيودك، ولو جيت سالت اي مدير فني اجنبي او حتى مصري يعني متعلم ومثقف هتقول له انت ما بتيجي تختار لعيب اتيتيود سلوك ولا امكانيات، هيقول لك سلوك رقم واحد، طبعا ان الامكانيات ده بدون سلوك ولا حاجه. فهو لازم يغير السلوك، خصوصا ان النادي الاهلي بيتهيألي هو حد غير امام. موضوع الزمالك والخناقات والاقاويل اللي كانت بتتقال، ما بتهيأليش في حد هيحتضنه بالشكل ده وبالقوه دي، لازم يحافظ على الموضوع ده. في وجهة نظر تانية بتتكلم على برضو ان احيانا الامور تعلى شوية، يعني مع شناوي الامور بتعلى شوية اكتر اكتر من لو انت متخانق مع اي لعيب تاني. هل شناوي هنا بصفته كابتن الفريق احتواء الامور دي مهم اكتر؟ يعني حتى لا تخرج بهذا الشكل، هل شناوي ممكن يحتوي الامور دي بشكل يخلي كل ده بعيد عن الميديا وما يتطورش الموضوع لده، وما تبقاش القرارات قرارات سرية زي ما كان الاهلي متعود زمان مثلا؟ بص الاحتواء هو الاحتواء داخل غرفة اللبس بدون الوصول المعلومة إلى جهة أعلى، المدير الرياضي. وبالتالي لو المعلومة وصلت للمدير الرياضي هيبقى في قرار خلاص، في أكشن لازم يتاخد. فأنا كنت كابتن فرق لعبت فيها، بيحصل تجاوزات، طول ما أنت جوه الأوضة واللعيبة بتقدر تحافظ، وبيبقى ممكن تيجي تطبطب على حد، تقول لحد لأ غلط، بصفتك كابتن فريق ممكن تزعق حسب رصيدك عند الشخص ايه. فممكن مثلا لو امام بيعمل تصرف، انا ممكن مثلا وانا كابتن فريق لو داخل مزعق له جامد جدا،
انا عندي رصيد عنده فهيسكت. لكن الامور لو تعدت غرفه خلع الملابس وصلت للمدير الرياضي لازم اكشن، عشان دلوقتي بقى في خلاص بقى انت عندك موديل لازم تاخد فيه قرار. طيب